السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية سريعة بس، شوف الآن عندي الهيتر كم؟ 36.8. الهيتر شغال، شوف الهيتر، شوفوا شغال، شوف الهيتر الأول شغال. شوف هنا عندي درجة الحرارة 37.6، درجة الرطوبة من 60 إلى 50 كويسة، شوفوها الآن من 60 إلى 50. درجة الحرارة الآن 37.3. شوف الآن الهيتر شغال، دقيقة أطفي النور بس. شوف الهيتر شغال 37.5، طفى الهيتر. شوف الهيتر الآن طفى، ما في عندي اللي هو يعني درجة يشتغل ودرجة يطفي، درجة يشتغل ودرجة يطفي. يعني شوف الآن من تصير 37.6 يطفي اللي هو الترمستات، 36.1 أو 5 يعود يشتغل. شوف الآن كم درجة الحرارة، 38، طافي الهيتر. كذا تكون الفقاصة 100%. الرطوبة قلنا من 50 إلى 60 كويسة، من 50 إلى 60 تمام. طبعا هذا البيض الآن محطوط في الفقاصة، طبعا حطيت بيض وز البط وبيض الدجاج الفيومي، فقط انا المفروض اعبيها فل، بس ماني بحب يعني املي الفقاصة، فقط 100 صوص مع اللي هو البيض البط 15 حبة ان شاء الله مخصب باذن الله. طبعا من حطيت اليوم الاحد، اليوم المفروض اقلب خلاص، لان اليوم ثالث يوم في الفقاصة. يبدأ التقليب 3 مرات في اليوم، مرة الصبح مرة عصر مرة الليل، 3 مرات اقلب في اليوم. اوكي يا شباب، وهذه الرطوبة وهذه الحرارة وهذه الحرارة، بس سهلة الفقاصة اليدوية زي ما علمتكم. إن شاء الله إن شاء الله يعني نفقص 1000 صوص، أنا حط ولا في بالي. طبعا شوف يا شباب، الآن فتحت باب الفقاصة، شوف الهيتر على طول اشتغل، الهيتر على طول اشتغل. طبعا شوف حوض الماي، حاط حوض كبير هنا وحاط حوضين تحت، حاط حوضين تحت. أهم شي عندي درجة الرطوبة داخل الفقاصة. طبعا التقليب سهل، بس تحركه يمين يسار يمين يسار زي ما علمتكم. مرة أنا نولع النور، من مرة الصباح مرة بالليل. طبعا البيض الوز حاول انك تقلبه كذا، عرفت، حاول انك تقلبه كذا. اهم شي التقليب علشان ما يدمج الصفار البيض، ما يلصق في البيضة. هذه طريقتي. طبعا ما بأول مرة أفقص أنا بيض البط مع بيض الدجاج، نفس درجة الحرارة نفس درجة الرطوبة. خلاص هذا التقليب. العصر أجي أقلب مرة واحدة، في الليل أجي أقلب مرة واحدة. شوف لو يظل الباب مفتوح زي كذا الهيتر مستحيل يطفي، لازم تسكر الباب وحاول إنك تبعد اللي هو الواير الحساس والواير هذا عن الماي، لان هذا اذا صار يم الماي مشكلة، عرفت. شوف الان كم درجة الرطوبة، 42، ودرجة الحرارة 37. يظل الهيتر كذا شغال لين اسكر باب الفقاصة. طبعا المروحة اللي عندي شغالة 24 ساعة، يعني الهيتر يطفي بس المروحة شغالة. ليش؟ لانها تبث الحرارة على البيض. وزي ما علمتكم التقليب سهل، بس هذه الطريقة. لا تنسوا الاشتراك في سناب خالتك ولد الشرقية يا شباب. ان شاء الله زي ما علمتكم ان شاء الله رايح نمليها باذن الله. طبعا الحين بس حبيت واجد يجولي، نبغى طريقة الفقاصة، هذه طريقة الفقاصة وسويتها لكم تمام. اهم شي الماي، شوف كم سطل انا حاطه. طبعا مجرد سكرت باب الفقاصة على طول الهيتر طفى، شوف الهيتر طافي. ليش؟ ان الحرارة وصلت 38.1 وهي المفروض 38 37.5 يطفي، بس لان انت فاتح باب الفقاصة الامور طيبة. طبعا هذه الفقاصة لها تقريبا اللي معي 6 سنوات الى 7 سنوات، انا اللي صنعتها، سهلة الطريقة. اللي بيصنعها موجودة في اليوتيوب، يكتب بس خلطة ولد الشرقية او قناة ولد الشرقية وراح تشوف التفاصيل. اهم شي هذا الجهاز يا شباب، اهم شي ده الجهاز عندي انا، هذا اللي اعتمد عليه، ما اعتمد على هذا، اعتمد على هذا. هذا قيمته تقريبا 20 ريال، يعطيك رطوبة يعطيك رطوبة يعطيك حرارة، هذا فقط يعطيك حرارة فقط. اوكي يا شباب، هذا الان قلبت البيض، اليوم اول يوم، خلاص ابدأ الان تقليب 3 مرات في اليوم، ان شاء الله اوريكم التفقيس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. اليوم التاريخ 4/8 عام 1445 إلى من ربوع. ما شاء الله تبارك الله، شوف الفروخ كل البيض مخصب، اللهم لك الحمد. شوف ما شاء الله، طبعا هذه فضرت مثنين. شوف بسم الله ما شاء الله، شوف بسم الله، شوف 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 ما شاء الله تبارك الله، كل هذا البيض مخصب. طبعا في عندي فرخ مات بسبة اللي هو الذكور عندي زايد، شوف هذا قتله، هذا شوف يعني بيض مخصب اللهم لك الحمد، بس قتلين اللي هو الفرخ. شوف ما شاء الله، طبعا هذا انتاجي، شوف ما شاء الله، شوف 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 هذا فروخ التو، هذا من انتاجي، شوف الفروخ، شوف ما شاء الله، المفروض احط لها محجول، والله ما حطيت حجول. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف ما شاء الله تبارك الله، كل هذا بيض مخصب. شوف الفروخ بسم الله ما شاء الله، شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف شوف كله بيض كله مخصب بسم الله ما شاء الله، شوف بسم الله ما شاء الله، وش تحت هذه بيض والله بسم الله. ها شوف الفروخ بسم الله يا رب، شوف كله بيض. هذه خلطة رقم 2 وخلطة رقم 1 للوقاية من جميع الأمراض، وريتكم الفروخ في تاريخ اليوم ما شاء الله تبارك الله، غير الحظيرة الثانية، غير الحظيرة الثانية عندي اللهم لك الحمد، حمد الشاكرين. بس حبيت أوثق أن الخلطة ممتازة، تخصيب ووقاية 100%، والكاميرا تشهد. يا مرحبا بالمتابعين، عليهم بالعافية ما شاء الله تبارك الله.